السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير ان شاء الله. في الليستة دي هنتعلم ازاي نعمل بارالاكس ويب سايت، الهدف منه اللي احنا ان انتوا تعرفوا ازاي تعملوا الافكت الجميل البارالاكس، مش الهدف اللي احنا نصمم ويب سايت جميل ولا الكلام ده كله، ده سيمبل خالص. بصوا، هو ده ان شاء الله اللي احنا هنعمله مع بعض، هو بسيط جدا 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 كمان، ان شاء الله مش هياخد وقت معانا. مش محتاجين غير ملف HTML وملف CSS والصورة، لو عايزين الصورة دي هسيبها لكم ان شاء الله في الديسكريبشن، تمام. بالنسبة لل HTML فالتخطيط كالتالي، دي الصورة يعني دي الصورة، تمام. ان شاء الله هيبقى ديف طبعا براحتكم، يعني ممكن بس تخلوا ده سيكشن وده سيكشن، بس كل صورة تحتيها السكشن بتاعها، يعني كل يعني الديسكرايب بتاعها، زي مثلا دي الصورة الأولى ده السكشن 1 بتاعها، دي الصورة التانية سكشن 2 بتاعها، الصورة التالتة السكشن بتاعها، وفي الآخر هنرجع للصورة الأولى تاني، تمام. بالنسبة لي أنا، فأنا هعمل إيه؟ أنا هعمل ديف، تمام، أحط فيه الصورة وأحط فيه الكلام ده، في سبان، في بي، في أي حاجة أنتوا عايزينها، بس أنا هعملها في سبان إن شاء الله، تمام. وتحتيها السكشن ديف سكشن ديف سكشن بتاعه، وفي السكشن الاولاني خالص، الديف الاولاني خالص احنا عملناه هنا هنحطه تحت. ده بالنسبه للتخطيط اللي ان شاء الله اللي هنمشي بيه بال HTML. بالنسبه لل CSS مع بعضينا، يعني ما فيش حاجه معينه، بس انا محتار اعمل مثلا سكشن واروح اعمل الستايل بتاعه، ولا اعمل ال HTML كله بعد كده اعمل CSS كله. فان شاء الله في المره الجايه انا هعمل ال HTML، هعمل الكود HTML كله، بعد كده هنعمل ال CSS. لو ما هسألكم طبعا، لو ما عجبكوش قولولي في كومنت وهمشيها حته حته، يعني هعمل مثلا HTML بعد كده CSS، بس ده عشان اصلا موقع بسيط جدا، فهعمل ال HTML كله بعد كده اعمل CSS. انتم ملاحظين ان هو مفيش اي حاجه اصلا، تمام. اشوفكم في الدرس اللي جاي إن شاء الله، ويا رب يعجبكم الموقع والليستة دي. السلام عليكم.